اليوم هتكلم عن دول الديزيزز راح نسكتهم. معلش اليوم السبت هتكون امتحان، عندكم امتحان ريسبيراتوري الصبح الساعة 10، انصحكم انتم تجوا اليوم امتحان. بعد الامتحان في ساعة اكس راي، يعني في محاضرة اكس راي هاو تو انتربريت برنسبل بتاع تشيست اكس راي. طيب نبدو ستيب باي ستيب في الدول الديزيز. قبل ما نبدا الدول اللي هي الفيزرا، في فيزرا اللي هي كلها في برايتل لاير وفي دول الساك. المفروض ان هي الدوره هذه مش محتوياها اي اير، نو اير في الدوره، ولكن ممكن يكون فيها سلايد فلويد. نورمال الفلويد ده يوصل 10 مللي مش اكثر من هيك، فيسيولوجيكال يعني. يصير فيها سكريشن من ارتريول وري ابزوربشن من فين والليمفاتيك يمتصوا. فكره بس في الموضوع ان كلمه النيومو ثوركس معناها النيومو يعني شنو؟ اير، ثوركس يعني تشست. فعندي اير انسايد بالدوره. طبعا الدوره المفروض نيجاتيف بريشر دي. لو الدوره دكاتره في اللنج دب الجريف هيك لا لو الدوره دكاتره عندنا الفيزر لاير شو ثاني؟ بريت اللاير ده يجمع اير. شو رايكم؟ البريشر فاست عشان يصير فاست الدوره يزيد، فبتبدا اللعبه ما عادش تقدر تتنفس وما عادش في ري اكسباند كويس او ما عادش تقدر تدير اكسبانشن ولا ذات مينز انها هيبدا الديفيكولت في بريدنج. فكل بلور ديزيز اكثر عرض لها شنو هو؟ ديزني بيربس ما اكثر عرض لانه ما عادش في صعوبه في التنفس، في ريستريكشن على اللعبه، في كومبريشن من برا، فهمت؟ ما عادش قادر ياخذ اير كويس. فكل بلور ديزيز سواء عبيتها مي سواء فيوجن سواء عبيتها اير ونيموثوركس فيكون عندي شنو؟ ديزني. غير غير ان هي تدير كف تمام، ممكن تدير تشيست بين لان البلوره صار فيها ستريتش. فالحاجتين هذه في البلوره سيمبتومزين ديزنيا تشيست بين تمام. في نقطه ثانيه اقولها ان لما نجي نقول لك نيموتوركس يعني ايربس باهي، لو كان في فلويد زعما راح احط الاير بابل وندرت هون فوق، لو كان في فلويد هو بيمشي لا هو بيكون في البيز نقطة عالي غالبا يعني البيشنت يكون قاعد او واقف او 45 ديجري يكون نقطة تمام. انا الفلويد هذا ما اعرفهاش هو ميه صافيه كيف فلويد اقول بلور فيوجن، لكن لو كان دم بلد شنو نقول؟ هيموثوركس. ولو كان بس لو كان بس شنو نقول؟ امبايني صح ولا لا؟ فانا الكونتنت انا مش عارف الفلويد اللي داخل هذا الشيء تمام. في الاخير ممكن انت لما تلقى فلويد في وسط البلوره تقول له هيدروتوركس تمام. لو كان اثبت انه فلويد فعلا فهو هيدروتوركس خلاص بلور فيوجن. لو كان بلد هيموثوركس، ولو كان بلد يعني، ولو كان بس سنجولا امبايل تمام. هذه هي نوع الصبغة في لانج ديزيز. في الاخير انا بتكلم تو على النيوموثوركس وبعدين ناخذ موضوع البلور فيوجن اوكي. النيوموثوركس قبل ما نبدا فيه نبي نعرف السيمبتومز بتاع النيوموثوركس شنو بيكون؟ ها من يقول ديزني شنو ثاني؟ تشيست بين. في النيوموثوركس تعتبر امرجنسي in some cases. فهادو يعتبروا في الامرجنسي سمبل زاد ريبيد اند سيفير تمام، ما يكونوش سمول جرادوال تمام. فحتى لازم السيناريو بتاع الكيس تكون شنو الحكايه فيها شويه سرعه تمام، يعطيك ان هو الموضوع فيه سرعه. تعالوا عاد نتكلموا على نيوموثوركس. نيوموثوركس باي ديفينيشن ابنورمال بريزنس اوف ذا اير انسايد ذا بلور ساك تمام. هذا باي ديفينيشن عرفت ان شنو هو نيوموثوركس. هذا الديفينيشن بتاع نيوموثوركس موجود اير فاست بلور ماشي. انت يعني تيجي تقول يقول لي واتس ذا ايتيولوجي، ايتيولوجي بتاع النيوموثوركس، شنو الاسباب بتاع النيوموثوركس؟ تمام؟ وهذا ببساطه في الاسباب هتقسمني النيوموثوركس الى قسمين. القسم الاول ما فيش حد يسرح مني، القسم الاول اللي كان يقولونه تروماتيك نيوموثوركس. تروماتيك يعني سبب تروم، يا اما يكون سبونتينوس، سبونتينوس وداوت تروم. شوف ها اجي اقول لك ان النيوموثوركس انت كيف تدخل لي اير في البلور؟ كيف ندخل الاير في البلور؟ افرض في تروم كان بونين بلانت تروم ممكن تفراكشر وتير في السكن وتدخل اير صح؟ او بنتريتنج تروم هذه اللنج الداخل مش هي متهم مش هي متهم بجمع الاير في البلور، ولكن في حاجه الاتموسفيريك هو اللي دخل الاير. السؤال انه هتلقى في السكن في مشكله فنقولوا هذا تروماتيك، يا اما يكون بلانت تروما يعني لما تكون بنتريتنج شنو؟ تروما. نقول لكم على معلومه البلد تروما مع فايت تشيست مع فراكشر ريب اكثر من ثلاثه نقول فايت تشيست هنا معاملتنا جراحه، لان عاده يكون معها حاجات ثانيه نضرب ارتري لونج انجري نضرب. فعاده التروماتيك كوز هذه سيرجيكال بيمشي الاتجاه هذيك. سبونتينوس هو موضوعنا احنا
اللنج او النفس هذا نتكلم فيها. شنو صاير؟ صاير في سبونتينوس قال مرات يصير في اللنج تبدا طبيعيه في واحد صغير يمك بيشنت صغير وشابوه كي هيلثي لنج واللنج ما فيها شيء ويصير نيومو ثوركس ويخش اير في البلورا ما نعرفوش علاش اوتوماتيكال من جاء من الفيلار ممكن خش طب شويه خش وسط وتصير في الصغير شوال تلقاهم طول عادة تمام ممكن مع المارفل صدرهم علاش من جاء هل لونج هي ديزيز لونج نورمال في الايمجين وما يشكيش من اعراض اصلا لا مشكله ريسبيراتوري ولا شيء فمن هنا هو مش عارفين احنا نقول عليها برايمري تايب نقول لها برايمري شني سبونتينوس شني نيوموتوركس برايمري سبونتينوس نيوموتوركس وكيرز ان يونج انديفيدوال وكير اون توب اوف هيلثي لانج لانج ما فيها شيء نورمال ولكن سبونتينوس نيوموتوركس لما يكون في ديزيز لانج انفيزيما برونكيتسس برونكال ازما تي بي اي حاجه تمام هذا يكون لانج مريضه وفيها انفيزيما سبولي اضطرت انفيزيما سبولي ودخلت شني مثلا غير في السبونتور ذات مين ان انا في عندي ديزيز شني ديزيز لانج ليه في لانج باثولوجي فيستيولا فتحه طلقت الفيلاي فيها انفيزيما طلقت دخلت اير معناها هذا ديزيز لانج عاده يكون الناس هادو اكثر من 50 سنه في العمر يعني هذا شني كبار تمام دكاتره يعني اكبر هذو يوم قاعد صغيرين شباب جايين هذا ديزيز لانج يعني لو درت تشيست اكس راي او سي تي هتلقى لانج فيها باثولوجي فيها مشكله something wrong لكن هنا السكندري هو هيكون في قلنا ديزيز لانج سكندري لانج ديزيز هو ده النيوموثوركس ممكن يكون ريكرنت اعطوني اشهر امثله تدير نيوموثوركس في الامراض الخلاف في الاسبانيا تي بي تي بي دي نيوموثوركس انفيزيما هي عاد اكثر مهم انفيزيما برونكيتس ممكن يدير برونكيتس ممكن يدير بصراحه اي لانج ديزيز كان ليه تو ذا نيوموثوركس سكندري تايب ولكن ما يكونش كومن في كومن وفي رير تمام برونكل ازما رير مش كومن تمام دكاتره رير ما هياش كومن يصير معاها نيوموثوركس توا في بس معلومه هذا السكندري هذا شنو ثاني برايم الفرق هذا يانج هذا شنو على فكره توا ليه هذا قسمتهم اكوردنج لشنو تبع كونديزيولوجي نيوموثوركس توا ندير تقسيمه ثانيه ليكم اكوردنج للباثوفيسيولوجي الاير اللي تجمع هو هلبة ولا شوية؟ ولو جمع هلبة continuous ولا لا؟ هذا عاد according to the physiology بتاع شنين بلور كلنا عارفين ان البلور تكون negative pressure وهذا اللي يساعد على ال inspiration طب وليه نرسم ثلاث رسمات؟ وركز عن معي فيها هناك classification هي مهمة هذه lung tissue airways وعندي هنا في المبرة شن فيه؟ في البلورة بلورة ساك تمام؟ محاط هيك نرسم جهة واحدة خلاص الاحتمال الأول ان يصير تير في الالفيولاي مثلا هذه تمام تفتح اوكي سبونتينوس ممكن تكون تروماتيك الله اعلم او فتحه من برا وتدخل اير شويه اير سمول اماونت اوف اير حتى لو تصور في جسدك اقل من 2 سم في الدايمتر بتاع الاير هو ويتسكر الفتحه تتسكر عاد يعني ليش تسكر طول جاء لها سكن جاء لها تتسكر تمام ما عادش يخش اير اكثر من هيك خلاص فالدورة اللي خشيلها شنو؟ اير فتحة معينة وتصفح طوله لا؟ نوع النيوموتوركس هذا أبسط نوع ذا سيمبلست تايب ليش؟ لأن كمية الاير اللي خشت يعني ضئيلة جدا شوية ما تخليش الدورال ساك أو الدورال بريشر يزيد فالبشت هيتنفس عادي وحتى الأعراض ما تكونش عندها في العادة فعادة شنو يكونوا؟ اسيمبتوماتيك النوع هذا اسمه كلوزد نيوموتوركس شنو اسمها؟ كلوزد واتس ذا مينينج اوف كلوزد؟ ذات مين ذير از اوبننج انسايد ذا بلورا تمام لكن closed تسكر there is no continuous communication between the alveoli or airway and pleural sac there is no continuation مفيش continuation مفيش continuous communication ما بينهم بينما في نوع ثاني هنرسمه توا لو هذه اللنج في وبعدين هنرسم بلورا هنا وجبت الايرواي توا برسمه الايرواي ونديروا فيها لقطه وانتم كلكم عارفينها هذه في الايرواي جبت فيها لقطه فتحت شنو فيستولا فتحه ما بين البرونكار والبلور هذه الفيستولا ده كرونيك انفلاميشن زي ما يدير فيستولا زي التي بي مثلا تمام او برونكيتسس ممكن يديرها فيستولا تعمل سي تي سكان تمام سؤال ليكم عاد ان كل ما ياخذ انسبريشن باش يتوا عشان يخش اير في الافيولا يخش اير في الفتحه هذه لما يخش اير في الفتحه هذه وين يمشي؟ في البلور تمام كمية كبيرة مع كل انسبريشن لكن كل ما يدير اكسبريشن شنو يصير؟ ها؟ لما يدير اكسبريشن يمشي
يطلع الاير مره ثانيه. ففي كونتينوس شنو اوبننج ما بين الاير وين الثوركس. ما احنا ايش الفكره على يسموه شنو النوع هذا اوبن نيوموثوركس. تمام اوبن تايب فلو سمينا شنو كلوز هذا تعرف العيب شنو فيه هذا ان لما يتنفس مرات الدست يخش يمشي للبلورا لان الاناتوميكال بارت هو اب نورمال جديد يفتح الفتحه هذه اب نورمال ما فيهاش سيريو ما فيهاش ميكانيزم ديفنس ميكانيزم الطبيعيه فالبكتيريا تخش ثاني وتخش للبلورا تبدا البكتيريا شو تدير البكتيريا شنو؟ دير جروث وانفكشن تبدا ينبين فالفيستيول هذا ريسك فور ينبين عند ريكارد انفكشن وهذا علاش لازم نسكروها بسيرجي تمام هذا النوع شو اسمه؟ اوبن نيوموثوركس النوع الاخير ابيخ نوع فيهم تو هنرسم اللنج وهندير الاير واي تو ناخذ الباتل سيرجي النوع هذا البارد والبايخ واللي اكثر واحد يجيبوا فيه في الامتحانات تمام في الاورال اكزام بارد تسالوا فيه هذه الدكاتره صارت حاجه معينه كي خلت في فتحه في البلوره تصير بالطريقه هي شوفها تحتها فتحه اوبننج فتحه في البلوره شنو هني الاير ليك يجي يخش الصمام او الانر اسك هو التين هو لانك الاير يخش يتراكم يجي الاير بيطلع شنو يصير الفالف او الواحد سكر فيبدا كان الفتحه او التين صار دار كان ون واي فالف يبدا هو يخش وما يطلعش الاير يخش وين قصد البلوره وما يطلعش برا مرات الفتحه تكون داخل هنا نفس الضغط المهم تدير ون واي فالف تخش الاير ويجي يطلع يتسكر على بعض يلتحموا على بعض فكانها يصير بروجريسيف اكيوميليشن اوف ذا اير تمام مع كل انسبريشن كل ما تنفس يزيد الاير في البلورا يخش شوي يجيب يطلع الفرق بينها وبين هي كونتينوس اوبننج كنت لما ندخل اير في شويه اير يطلع تمام صح انه يقعد فيه اكيوميليشن لكن بطيء جدا لكن النقطه هذه خطيره هذا النوع هذا انه يصير اكيوميليشن الاير اكثر نوع بايخ يبدا يتجمع الاير يتجمع شو رايكم هذا لما يبدا يتجمع البريشر انسايد ذا بلورا ايش بيصير؟ يزيد هلا تعرف حد معي البريشر انسايد ذا بلورا دي قاعد نيجاتيف فالبيش اسمبتوماتيك تمام البريشر في وسط البلورا هنا اتس ايكوال فاريبل تمام ايكوال شنو؟ الاتموسفيريك بريشر يزيد وينقص يزيد وينقص مع كل اكسبريشن فالبيش شنو قاعد يقاوم تمام لكن النوع هو هو نوع هذا هو شو رايكم فيه؟ البريشر يزيد بس يزيد بس يزيد بس يزيد بس يحب من كل لون شو تصير فيها خلاص المادة يا ندير فيها كريكتسز واللابس تنضغط لما ينضغط عاد كل امكان يقعد مكانه شنو هذا؟ ايه تمام واللون تشو كله يتكرمش تمام السؤال توا الضغط هنا قوي هلا ولا شوي؟ قوي يبدا يدف يدف في التشست كل الجهه الثانيه كونترولاتر فالهارت هنا شو يصير له؟ كومبريشن ينضغط عليه يصير ديفيشن كونترولاتر من دفع الثاني التريك تقعد في الكلى وتمشي تمشي الجهه الثانيه في الحاله هذه لو صورت اكس راي شنو تلقوا؟ تلقوا في الجهه هذه ما عادش في لانك معناها اللانك ماركينج اللي هو بلوك فيزيس تاع اللانك ابسنت وان كان شنو قعد؟ ان كان قعد اير يعني شنو يلقوا قلبه؟ سواد ولا بياض؟ فنلقوا سواد الاير جير ولا اسود فنلقوا بلاك اوباسيتي البلاك هذه يسموها جيت بلاك اوباسيتي جيت بلاك اوباسيتي زي الموبايل ار 7 ايفون 7 تمام خير في منه شنو؟ جيت بلاك اكحل اللون الاكحل هذا كلها كحل والله ما فيهاش تمام وشنو يصير؟ يصير ديفيشن من الميديا ستايم تو ذا كونترا لاترال سايد وهذا اللي يسموه شنو يا دكتور النوع هذا؟ تنشن نيوموثوركس اياك تقدر تقول تنشن نيوموثوركس الا لما تلقى ديفيشن شنو؟ الميديا ستايم هذا هسه مو تنشن انا ضغطت على الميديا ستايم ستراكشر وخلاها ديفيتد تو ذا كونترا لاترال سايد في معلومة لازم الكل يعرف الهارت هنا مضغط ولا لا؟ الهارت مضغط عليه صار كومبريشن عليه ولا لا؟ صح ولا لا؟ علاش عاد؟ لما مضغط عليه على الهارت، الهارت ما عادش يقدر يدير شنو؟ دايستول معي دكاترة على طول هذا معقد الموضوع ها؟ شوف ما عادش يقدر يدير دايستول هذا في له فينكافا وهذا السبيل فينكافا ما عادش يقدر يصبوا دم بتاعها معي كيف؟ علاش؟ لأن الهارت كل ما يجي يدير ريلاكسيشن فيه هو ضغط عليه مش مخليه يدير ريلاكسيشن سو الجاجولار فين اللي هو المفروض الجاجولار فين بريشر يصب في وسط السبيل الفينكافا يصب الدم هنا يبدا الجاجولار فين بريشر يزيد يزيد لانه ما عادش قادر يصب الدم وين في وسط الهارت تمام فالشيء اللي فيه شنو يصير له؟ جاجولار ريزد هذه واحده اثنين الدم في الليفت فينتريكل ما عادش تعبى الليفت فينتريكل ما عادش قادر يدير ريلاكسيشن
فما عادش في كارديك اوتبوت يطلع كويس. فالبلود بريشر شو بيصير له؟ ينقص. ليش؟ لان انت لما ما عادش دب دايستولي ما عادش عديت الدم، فلما تجي تطلع بدير كونتراكشن تطلع كميه دم شويه فالكارديك اوتبوت ينقص، صح ولا لا؟ فمعناها عندي شنو؟ دروب في البلود بريشر. خلاص هيك هتنص حاجات مهمه هلا. شو رايك في الهارت ريت؟ الهارت ريت المفروض يتناسب تناسبا عكسيا مع الضغط، صح ولا لا؟ لما ينقص الضغط المفروض يعوض الهارت ريت من هو يزيد، فعندي تاكي كارديا. ايش؟ فاللانج هنا تو في وحده صار لها كولابس، هذه مستحيل تدير اوكسجينيشن زي كان في تو لانجز، فينقص الاكسجين ولا؟ فلما ينقص الاكسجين بيشنت ممكن يصير له شنو؟ هايبوكسيا اذا عنده سيروسس، صح ولا لا؟ طلعنا الصانك. هذا علاش تو بنجي نطلع سيمبتومز ونقول لهم شنو هو السيمبتومز؟ ديزنيا تشيست بين السرعه بتاعهم سريعه لان الموضوع هذا رابيد اكيوميشن اوف ذا اير فيصير سدن اونسر ديزنيا اند سدن سيفير تشيست بين. علاش تشيست بين؟ لان البلورا تصير عندها تشيستريشي. هذه حاجه ويبدا عندهم سينوس ولا لا؟ سينوسس وتجي عادي دكتور انتم بتجي تشيل صبعك في اللونج هنا في تشيست اونسر شنو تلقى هايبر؟ حطوا سماعتكم تلقاها شنو لما تحط سماعة؟ There is no air entry. There is no breathing sound. ما تسمع شيء، ما فيش لمب أصلا، كلها أبسط. So, مش نقول tension pneumothorax أو pneumothorax في الـ chest examination نلقى absent breathing sound زائد hyper resonant. هذه لو لقيتوها في أي كيس انكتبت that mean إن البيشنت عندها pneumothorax. وباش تقول tension لازم تصور أو تدير examination للميديستانر. شنو تلقاها؟ deviated. مش اصل كل تنشن تمام، والتنشن هو الوحيد فيهم البيز بهايبو تنشن. تنشن نيوتوركس بيز بسيستميك هايبوتنشن، هو البيز بليز شنو؟ جيبي. سواء انت قريت معاه كارديو فاسكولار او ما قريتش، وين ما قريتها المفروض تكون واخد درس اسمه كارديك تيمبونين. تمام، شنو هو الكارديك تيمبونين؟ بس بنقولها حتى لو انك انت مش مطلع عليه. هنقول لك ان حوالين الهارت في بريكارديا ولا؟ تو بس نقارن بين درسين راهي. لما يصير بريكاردايتس ممكن في وسط البريكارديوم يصير في افيوجن. بريكارديا شنو؟ افيوجن. مرات الافيوجن هذا يكون لارج انف تو بريفنت هارت تو ريلاكس. فالهارت ما عادش قادر يدير دايستول. طب الهارت هنا مش قادر يدير دايستول لان فيه هواء من اللنج ضاغط عليه اللي هو التنشن. لكن مش قادر يدير دايستول لان شنو فيه؟ فلو. في الاخير بكل في الكارديك تمبونين يبدا جي في بي نفس الفكره نفس الفكره جي في بي خالق. لازم نفس الحياه. تمام؟ تاني حاجة بلد بريشر سن ينقص، لكن في حاجة ثالثة مفروض شنو؟ بريتنج ساوند ولا هارت ساوند؟ هارت ساوند، لأن ما عادش في سماعة تسمع الفالف يتسكر هناك زاد في مي، فنلقى مفروض شنو؟ كارديك ساوند. هارت ساوند يبدو ساوند تاع الهارت من ساوند تمام أو إيفن أبسنت. توا أنا بنجيب لكم كيس ونقول لكم واحد جاني في ديزنيا صدر أنصت ريز جي في بي هايبر تنشن، سمعنا الهارت بتاعها لقينا فيرست وسكند هارت ساوند وضرب لكن لقينا عنده بريتنج ساوند ابسنت. واتس ذا كيس؟ لما اقول لك العكس، واحد عنده ليزر جي في بي وهاي بوتنشن، الهارت ساوند البريتنج ساوند نسمعه فيه بايلاترال وعنده بيركشن ريزوننت مش هايبر ريزوننت والبريتنج والهارت ساوند هو اللي نات. شو الحال؟ بص الفكره لما الصوص يجوا شبيهات ببعض، لكن هذا الترياد هذا في كارديك تيمبونات يسموه فيه بيكس ترياد، تذكروا فيه ولا؟ بيكس ترياد هذا قلناه وين بيكس ترياد؟ في السيفيتس. لكن اليوم ما عنديش كامل بيكس ترايات، لان الهارت صار ممكن يكون مسموع في الجهه الثانيه نسمع الهارت تمام، غالبا لما يكون في كارديك فيوجن او بالكارديك فيوجن ما نسمعش الهارت صار بايلاترال. دكاتره فهمنا الفرق تو بيناتهم؟ لا. تو اهم حاجه هذا الكلوزد احسن واحد، ديما عاد اسيمتوماتيك يوجوالي الكميه تاع الهواء هذه تمشي بروح من غير وداوت ميديكال انترفنشن. عيب الموضوع هذا الاوبن نيموتوركس ان فيست ممكن تدير انفكشن فمضطر اني اسكر تمام. النوع هذا تنشن نيوتورك شنو بيكون؟ تنشن نيوتورك النوع هذا اخطر نوع لان هذا بيكون اكيوتلي وامرجنسي وفي ديفيشن وفي كومبريشن على الميديستاين اللي هو الهارت اللي هاي بوتنشن اللي بيمشي فيها البيش تمام. تعال عاد مني بقول لك على الوقت الاكس راي فيلم هيعطيك فصل الاورال اكس راي فيلم تلقى بلاك جيت اوبستي والديفيشن اوف ميديستاين تو ذا اذر سايد بتقول لي هذه وابسنت اوف لانج ماركي تقول لي هذا شنو؟ تنشن نيوتوركس يقول لك هاو وي كان مانج ذا سيشن صح ولا لا؟ كيف تعرف قبل ما نبدا نبي نقول لك فصل الامتحان الكيف تاع الامتحان يجيبوها ابسنت بريدي ساوند اند هايبرزم في البركشن. تو الدكاتره نتكلموا على التكنيكال بيكتشر تاع نيوتوركس وانتم تقولوا
كيكا بيكشر. رقم واحد كيكا بيكشر ترى نيوتورنكس ممكن تكون بس شني اسمتوماتيك في المايل كيسز. ورقم اثنين ممكن يكون عندها تشيست شني بين تكون صدر اند ريبل سيفير زائد شني بيرفسنس او ديزني. هذا الموست كومن كومبلين او بريزنتي هو موست كومن رقم اثنين. رقم ثلاثه مرات البيشنت يكون عندها حاجه اسمها سيرجيكال انفيزيما. تمام شنو يكون عندها سيرجيكال انفيزيما؟ شنو هي الدكاتره عارفين صد كوتينيوس انفيزيما هذه هي السيرجيكال انفيزيما. لما واحد يبدا عنده نيموتوركس بسبب حادث سياره انضرب ركبته على السياره طاح نفس على السياره عارفين لما تجيو حاجات الكترونيه يصدروها من برا مش يغلفوها بغلاف هيك احنا نلعبوا بيه احنا صغار ذاك في الاير كنتوا تنطلقوا فيه تك تك ذاك هذا هذا جيت اكزامينيشن مرات البيشنت في التروما نص السكن تاعي يبدا يطبق تحت يديك كانه ذوك اللي قبل علاش؟ انه في اير خش وسط البلورا وفي اير خش هني تحت السكن الاير تحت السكن هذا يبدا يدير زي الطبقات هذا الكراكرز اللي تحس فيهم هذو اسمهم سيرجيكال شني انفيزيم هذا دليل ان الموضوع تروماتيك الكوز من برا جاء تمام مرات تلقى البيشنت عنده السفايكل هنا كل الفيزيما اللي تخبط على الاير واي راه الاير لما يبدا يتراكم هنا مشكله اوكي وهذه مشكله كبيره يبي الاير واي ليتنسي يعني يبي سيرفير يبي مانجمنت الاير واي سريع تمام هذه سبكتيس الفيزيما مرات اسوشيت مع نيومو توركس وخطيره طبعا رقم اربعه دكاتره وهذه اكثر منها صايم اكثر من ان هي تكون شنو سيمبل شنو هما جي في بي شنو يكون؟ هارت ريت شنو يكون؟ زايد بلد بريشر شنو يكون؟ ناقص هيك هذه الحاله كريتيكال كيس في حاجه ممكن تصير اسمها بلسس بارادوكسس البلسس بارادوكسس هي انك انت في دروب اكسسيف دروب في السيستوليك بلاد بريشر سيستوليك بلاد بريشر اكثر من 10 ملم مركري ديورينج انسبيريشن والناس اصلا الطبيعيه سيستوليك بلاد بريشر ينقص ديورينج انسبيريشن لكن ينقص اكثر من 10 لو ينقص اكثر من 10 ملم مركري اسمها بلسس بارادوكسس هذه عندها اربع ديفينيشن دايجنوز في الميديسن مهمنا اللي بنقولوه اول واحده اليوم كيف تنشي جيم نيوتوركس والكارديك تمبونيت هذه المهمة والاكيوت سيفير ازما هذه واحدة منهم ولا كونستركتيف بيري كاردايتس لكن ديرها كونستركتيف بيري كاردايتس وكأنه زوز في السي بي اس وزوز في الريسبيراتوري اكيوت سيفير ازما تنشي نيوتوركس زوز في السي بي اس كارديك تمبونيت ان شيء ثاني كيف تميت عن كونستركتيف بري كارداكس دكاتره هذا بلسس بارادوكسس تكلمنا فيها مولا الصان مع جنرال صان ممكن نلقى شيء صايع نوزس البيشنت عنده يبدا هايبوكسيميا اذا استطاع سنترال سينوزس يبدا هذه رقم مهم جدا او صايع مهمه وخطيره جدا لازم تركب له بلس اكزامينتري شيء تلقى اوكسجين ساتوريشن نايس تشيست اكزامينشن شنو يلقوا فيه؟ اهم حاجتين هاي صايع تشيست شوف هذا الميه تجمعت في البلور هو تجمع في البلور الاكسبانشن شنو يكون؟ ناقص تشيس اكسبانشن هذا باي بالبيش تكتاي فوق الفرنس 44 ناقص كله ناقص يسموا في البلور حاجه مهمه اسمها مالتيبل نيجاتيف ساين في الاكزامينشن كل شيء ناقص مالتيبل نيجاتيف ساين زي الديفيوجن زي النيموتوركس ولكن الفرق بيناتهم واضح حاجه واحده بس بالضبط هايبر ريزوننت في النيموتوركس وستوري دول في البلور فيوجن ستوني دل في البلور فيوجن لما تاخده وهاي بريزنت شني في الثوركس خلاص دكاتره هذا الفرق بيناتهم الاساسي يعني لكن باقي تشيست اكزامينشن زي بعض اوكي تو هذه مسك مسك سؤال غير انك طبعا الثوركس هي موست ساين فوق لكن البلور فيوجن موست ساين بازل لوتر تمام على حسب الفيزياء يعني الاير فوق والميه لوتر هذا بالنسبه للكلينيكال شني سيمبتومز اند ساين How we can investigate patient or diagnosis? How we can diagnose patient with pneumothorax? كيف نشخصه؟ كلينيكال علاش قلتوا كلينيكال؟ انتوا ناس فاح انتوا شاطرين لان التشيست اكس راي التشيست اكس راي هو ايميجينج احسن من الكلينيكال لكن ضد ديلي مانجمنت اوف نيوموتوركس فور ايميجينج فور انفستيجيشن لازم تشخص الحاله ذا بيست step to diagnosis of pneumothorax clinical diagnosis once الحالة clinically ماشية مع اللي قلنا تمام you have to start management تبدأ فيه تبدأ في التريتمنت بتاعك first line بتاعك اوكي جاني حالة تو خشت علينا حالة صدمة ديزنية صدمة اونس ديزنية سيفير تيكابنية هايبوتنشن بيشنت انستيبل بيشنت لا استنى شوية بتوكسر تمام ماشي
ما ممكن نيموتوركس. تعال نشوف إذا كان نيموتوركس ولا لا. نسمع تشيست بتاعي دي بيركشن، لقيت نيموتوركس شكيت فيه قد في المجموع. ما تبعتش الإكس راي. يجيبوا لكم في الأسئلة تشيست إكس راي إذا فيرست ستيب. خطأ. أنت بتعطل البيشنت على المجموع ممكن يموت على التيبل بتاع الإكس راي نفسه. تمام. ولا تستنى في الرجل يجيك. أوكي. باش تدير بورتال إكس راي. ما تستناش. قد في المجموع إيفن بيفور. كلينيكال دايجنوز أحسن حاجة شنو؟ كلينيكال. لكن لو طلبنا انفستيجيشن شنو ممكن نلقوا في الانفستيجيشن؟ لو درنا. طيب هذا يندار بعدها بعد ما درت كلينيكال سسبنشن وبدات المانجمنت بتاعنا تعال اجيب اكس راي كيف نيو اكس راي واحد ريموتال اكستنشن تايم يقدر يوقف هو ممكن يكون انكونشس اصلا ففي بورتال ولا بورتال اكس راي يجي هيك يبش الدراجه يحطوا له فيلم اللقطه الاكس راي العضو من فوق تمام او تكلموا عليها في محاضره الاكس راي هذه من فوق شو يصير انتو بستير فيو ترى تمام هذا في الكريتيكال اي سي يو هذا عشان نعمل اكس راي انتو بستير فيو نقول ماشي مع كريتيكال كيس او اي سي يو كيس كمان ستاند بيش بعد تشيست اكس راي نلقوا اهم ساين حاجه مهمه اسمها ابسنت اكس راي اوف لانج ماركي ابسنت فانكشنين ماركي لانج ماركي تختفي يعني البلمونري فيسلز تختفي ولا ما عادش في حتى لانج مش موجود ابسنت لانج ماركي ويقعد مكانها حاجه اسمها شنو هي مهمه يبغاها بلاك او جيت ترايب وبسيتي سواء غير عادي سواء قاتل جدا داكن هلبا هذه واحدة لو لقيت مع ديفيشن ميديا ستايل شنو يقول لو في ديفيشن بالترينج والهارت على سماه شنو تنشن التنشن لا تطلق على النيوتوركس الا لما تلقى ديفيشن ميديا ستايل تو ذا كونترولتر الالي كونترولتر سايت هذا بالنسبه لتشيست اكس راي فاين اوكي في عندنا لهم في ناس مرات تعاركوا مع بعض قال لك واحد لقى النيوتوركس شويه جي دكتوره معايا مثلا في كاجواليتي جي تقول لي لا هذه مش النيوتوركس مرات نيموتوركس تكون مينيمال ولا سمول اماونت شويه تقول لا هذه مش نيموتوركس هذه الفلان فاهم في زين فاحنا مرات نتلخبطوا هي نيموتوركس ايه هذا في البلورا ولا هي الفلان كبيره شويه فتشيست اكس راي ما وضحهاش هي فالسوبيريور في البلورا ديزيزز السوبيريور على التشيست اكس راي مهمه جدا احسن من تشيست اكس راي باش يوضح ان هذه نيموتوركس ولا انفيزيما سمول انتر دينا سي تي سكان اور شوف هاي اللي حد هو الترا صوت هادو قاعدين تسبيلو على الاكسرة غير بس سي تي مش اي واحد عندنا سي تي على خاطر نعرف اني متركس ولا لا عرفت اوكي لكن لما ندير مشاكل بس اوكي والترا صوت حتى هو كايت لاين ممكن نستخدمه ونشخص فيه اذا كان عندك طبعا الترا صوت ديما في الديفيوجن او البلور ديزيز احسن منه بتشيست اكسرة ديما طبعا سي تي سكان عارفين من قبل هو ديما احسن هذا بالنسبه للانفستيجيشن اللي ممكن تنقلها يعني كلها ايمجي ولا عبارة عن صور تمام نورمالي لان البلورة مفروض ما فيهاش هير فلو لقيت سواد في البلورة هذا دليل على النيوتوركس السؤال هو هاو وي كان مانجمنت نيوتوركس كيف احنا شخصنا او عرفنا انه نيوتوركس كيف نديروا له مانجمنت تريتمنت كيف نديروا له تريتمنت شوف التريتمنت بتاع النيوتوركس هذا نبيكم هو اللي تركزوا فيه لان هذا الامتحان بيصعب التريتمنت بتاع النيوتوركس تعتمد الحالة يانج ايش ولا اولد ايج هل الحاله عندها لنج ديزيز ولا نورمال لنج لما اللنج تكون نورمال وهو يم شنو اسمه النيوتوركس هذا سمبل كلوز لا برايت تمام السمبل والكلوز ذاك تقسيم اكوردنج للباتر سيرش اللي هو الاوبن والكلوز والتنشن لكن انا نبي تو اكوردنج تو ذا تشارج تاع النيوتوركس هل هي برايمري نيوتوركس برايمري سبونتينوس نيوتوركس اللي هي تصير في اليانج والفينو صغيرين ولا واللانج لانج هيلتي ولا هيلتي لانج والتوم هذا ولا هي سكند للنيوتوركس اوريدي كيس لونج كيس اوف انفيزيما عندها انفيزيما وشيبان كبير تمام عمره 50 سنه اوريدي عندها برونكيتسز هذا خلاص سكند فالمانجمنت يختلف من هذا ركزوا معي واعيروني انتباهكم بالله عليكم توا ركزوا الفيرست او البرايمري نيوتوركس انا نسال روحي السؤال الحاله الشبوب هذا جاء هل عنده ديزنيا سيمتوماتيك يعني اور درت اكس راي لقيت الرم اكثر من 2 سنتيمتر شنو الرم هو الدايمتر بتاع الاير بتاع الدور فصل الدور قداش ديستنت السواد هذا على تشيست فوق قداش يعني حجم الاير فوق نص سنتي ولا لا لا او ديزنيا ولا لا بس روحي السؤال عنده سيمتومز او هذه الهواء اكثر من 2 سنتيمتر الاجابه شنو بتكون يس او نو
لو يس معناها عنده واحدة ما يتمنهم. لو نو معناها الزوز ما عندهاش. السؤال لو نو شنو النكست ستيب؟ اوبزرفيشن لو ما عندها سيمبتومز وعندها الريم اقل من 2 سنتي هي معناها ما عندهاش ضغط عالي شدينا شويه هو معناها اوبزرفيشن فور 6 اور. اوبزرفيشن شنو؟ 6 اور 6 ساعات اندر اوبزرفيشن يا رب تمام. بعدين ما عندهاش اعراض بعد 6 ساعات جوا منيح اكزامينيشن تشيك على البيشنت بالس اكزيمتري اكس راي ديسشارج تمام. هذا الموضوع شنو هذا برايمري هيلثي. لكن لو الموضوع فيه ديزنيا او لقيت الاير اكثر من 2 سنتي شو بدي نكست ستيب؟ حاجه اسمها نيدل اسبيريشن. النيدل اسبيريشن اللي كنت تدخل نيدل لارج جيت نيدل في انا سبيس سكند في السكند انت كوست سبيس ميدك لبيكو نورمال اكوردنج سايت طبعا في النيموتوركس درت اسبيريشن تمام. لقيت الدزنيا تنحت درت اكس راي لقيت الريم ولا اقل ريزولوشن صار جو منيح خلاص سكسس ولا انا نجحت ولا الاسبيريشن يقرب اوبزرفيشن جميل 6 ساعات تمام. اوفر دو لا فين بالاسبيريشن فين معناها اكس فشلت قاعد الان واتس ذا نكست ستيب نيد الاسبيريشن اجين تعاود مره ثانيه الاسبيريشن مره ثانيه تمام. لو نجح الاسبيريشن سكسس اوبزرفيشن وضحت الفكره. بعدين لو السكند اتمت فيلت المحاوله الثانيه نيد الاسبيريشن فشلت شنو نكست ستيب؟ ما عادش نيد الاسبيريشن خلاص تشست تشيو تمام تشست تشيو. هذا الفيديو نوريه لكم بعدين ان شاء الله تشوفوه تو تزبطوا تشست تشيو هذا كيف ركبوا فيه البروسيجر بالضبط كيف تمام. علاش هذا تشست تشيو؟ ركبوا في تشست تشيو في الفيفث انتركوستال سبيس في الفيفث انتركوستال سبيس ديما ابوار من خاطر يجبد الدائر ونحطوه اندر ووتر سيل. اندر ووتر شنو؟ سيل بالالف مش سي مش بحر تذكروا في الاورا ليكي سايد. فاحنا هنجيب اركب في البيشنت تشست درين تيوب ولازم التيوب هذا يتحط تحت ليفل تاع ميه معين جهاز هو هذا ما حط طول تحت الميه هي اوكي هيك البلوره شو بسطها اير يبدا الاير هنا لو طلع يخش يدير بابلينج ولا تمام. البابلينج هي ضمنت اولا ان استحاله استحاله الهواء ريتيرنت في اللنج من جديد صح؟ اللي يطلع من عالج اللنج ماشي يوليها هذه نقطة لأن تحت المية تعرف وصلتها في الهواء في احتمال انه هو في اير من الاتموسفير يرجع مرة ثانية صح؟ هاي عشان نحطه فيه تحت المية واحد رقم اثنين الاير بابل هذه جود ساين يعني لما بدا الاير شو يصير؟ يطلع من البلور أول ما الاير يوقف وما عادش فيه بابل ما عادش فيه بابل ما عادش فيه فقاعات هذا شنو الدليل هذا؟ خلص ها؟ ادعوا لتشست اكس راي شوفوا لو ان الاير بابل وقفت الاحتمال الاول ان الاير في البلور كلها انحرت هذه واحدة الاحتمال هو متفائل من او تيوب ديسبليسد تيوب او تيوب كينكد التوا او تيوب من داخل اوبستراكتد في الاخير في حاجه غلط معناها لما يوقف البابل ما تكونش خفيف وتفرح تقول حي علاش لو كملت تمام نحى نحينا التيوب لا اول ستيب تديرها شو تدير لو وقف البابل شو تشك التيوب شو تدير لا لا دير كلاس التيوب تسكر التيوب من برا باش تضمن ما فيش اير يخش تمام وترفع الدير لتشستك سير بعدها بساعتين هذا لو تتكلم على المانجمنت انا برايم بعدها قداش مستريح كلب مستريح ودير لها اكسري ثاني الاكسري هذا اللي درته بعدها بساعتين بعد ما درت الكلب خلاص بكلطك وبستركتد ومبطه نبطوا فيه بكلبس هيك معين تمام نمشي نصور لقيت الهون ري انفليتد ما عادش في اير معناها نجحت في التريتمنت ولا لو لقيت مازال فيها اير ذات مين ان في حاجه من هذوك صار ديسبليسد او كينكت او ابستراكتد كلير خلاص مضحك فمعناها هنا هاي فكره التشست تيوب تو فزت الاول اكزام ستوب بابلينج از ا جود ساين ميبي اتس ا باد ساين ميبي ممكن جود ساين او باد ساين خلاص في عاد سؤال قديش يقعد البابلينج فاهم؟ اكوردنج تو الله لكن ماكسيموم قديش يعني ساعات وينتهي تمام لكن لو يقعد يوم يومين وقاعد تطبطبك الميه معناها في فيستيولا هذيك اللي هو continuous communication برونكو بلور الفيستيرا ولا هي مستمرة تدخل في الاير فلو البابلينج مستمر التبكبيك هذا بالليل اللي مستمر معناها في حاجة مستمرة تدخل في الاير هذا معناها يبي consultation ويبي ممكن سيرجري مش تسكر الفيستيرا هنا وصلت الفكرة معناها البابلينج ممكن يوقف أول ما يوقف في الكليب
في التشست تيوب ونبعث التشست اكس راي بعدها بساعتين ونشوف ري انفليتد. الحمد لله لو ري انفليتد اندر اوبزرفيشن 6 اور نحي التيوب بعدين ويروح تمام. لكن في معلومه قاعده في السبيتال تنقال تو لازم اي واحد يكمل تشست تيوب في الصدر لازم يقعد اندر اوبزرفيشن 24 ساعه. اي بني ادم اي بني ادم يركب تشست تيوب لازم يقعد 6 ساعات في السوبر جلاش اندر اوبزرفيشن 24 ساعه. معناها 6 ساعات بده يدخل شويه اندر اوبزرفيشن حتى قداش 24 ساعه. وبيفوز ديسشارج هذا في اكسيتال باش نتاكد انه فعلا اللهم صل على الانفليشن كان خلاص. دكاتره تعرف دكاتره لو درت نيدل اسبيريشن من اول ونجح اول مره خلاص اندر اوبزرفيشن 6 ساعات يروح. نيدل اسبيريشن ثاني مره اندر اوبزرفيشن 6 ساعات يروح. لكن ما دامك ركبت تشيست تيو ونجحت خلاص درت كليب درت اكسيتال كيف انفليتد لازم يقعد قداش 24 اور. لانك فتحت التشيست ثاني في بليدين في تروما ممكن تصير ممكن يصير ري انتروديوس للايم مرة تانية. لازم تخليه تحت الرعاية لمدة 24 ساعة بعدين ديسشارج. وضحوا هذا البرايمري مانجمنت. لو برايمري سبونتينوس ذات مين ان البيشنت هيلثي لانج ويانج تمام. سكند اياك الباك اوف الامتحان يسالوكم في نيوتولكس مانجمنت وانت مش محدد فوق هي برايمري ولا شنو لان في اختلاف. شوف الاختلاف ترى لو الحالة سكند يعني الحاله سكن في لانج ديزيز ولا ناس روحي سؤال تزنك البيشنت ولا لا باهي. السؤال الثاني تزنك وعمره فوق ال 50 سنه في العاده يكون فوق ال 50 سنه اور شوفوا اور الرم اكثر من 2 سنتي ولا لا تمام. انا السؤال اللي بسمي حضراتكم تو لو الاجابه بيس شنو من دي لو حاجه ما هو عندها لو اجابه بنو شنو من دي تعالوا الويندوز اللي بكر ثاني. لو الاجابه بنو البيشنت شنو عندي لا نيد الاسبيريشن فكروا فيها مثلا لو جاب نوشن كانت هو لو جاب كانت نو كانت اوبزرفيشن علاش هذا برايمري كان هذا شنو سكند. فني نيد الاسبيريشن نديرها على طول خلاص لان الموضوع ديزيز اثنان الموضوع لسه حتى ريكرنت ريت هنا توصل 50% هنا ريكرنت ريت برايمري 30% تمام. فالموضوع هنا يختلف ريكرنس عالي اصلا. لو ان عندي ديزني او 60 سنه عمره او عند الريم الاير اكثر من 2 سنتي اغلب الحالات تجيها يس الاجابه هنا في النوع هذا اغلب الاجابات تكون حاجه من هذا عنده تمام. فشو ندير لها اكس ستيب طول شو ندير؟ تشيست شني؟ تشيست تيوب خلاص دكاتره. فتشيست تيوب تركب لو كان عندي ديزني ولا فوق ال 50 سنه ولا الاير فوق ال 2 سنتي فاول ستيب تركب تشيست تيوب. وفي الغالب هيك في المستشفى لان في الغالب يكون عنده حاجه منهم اوكي. لكن مساله انتم مسالكم سؤال لو هو ما عندهش ولا حاجه من هذه هو سكندري ما عندهاش ديزني واي سيمتوماتيك والرم اقل من 2 سنتي لازم تسال سؤال لو هو اي سيمتوماتيك شنو جاب المستشفى صح ولا لا؟ يكون عنده تشيست ديسكمفورت سلايد تشيست بين بسيط مش ماشي حتى مع نيموتوركس وجرادوال وهذا اتيبيكال. درت الاكس راي لقيت عنده اير في البلور لكن حجمه 1 سنتي بس بيشنت عمره 40 سنه لكن عنده لانج ديزيز اوريدي تمام. السؤال هو اللي الناس سالوني لو نو ما عندوش ولا حاجه شو بتديروا انتم؟ لو فاد نيد اسبيريشن لو فاد شو بتدير؟ لو احتمال فاد شو بتدير؟ واتس ذا نكست ستيب؟ ممتازين ما نديرش سكند اتمت نيد اسبيريشن نقدر نسوي تمام مرتين احنا مره واحده تحاول نيد اسبيريشن ما مشاش الحال تركب تشيست تيوب نيد اسبيريشن تصير في السكند انت قصه سبيس اما تشيست تيوب تركب في الفيرست تمام. في سؤال علاش نحبوا اصلا ما نحبوش نركبوا تشيست تيوب هنا؟ واحد السكند يعني انت قصه الانتيرو ميت اكزين الماين عندي تاع علاش نحبوش نركبوه هنا؟ اولا كوزموتيك سكار هذه واحده ما يهتموا بها الاجانب هذا وهي اصلا مهمه. ثاني حاجه مهمه ان في مصل بلك اكبر دكتوراس فتكون ديفيكالت في المانيبيوليشن اصلا انك انت تنفيوس تشيست تيوب بالجهه هذه هنا مصل بلك اقل انت قصه المصل ما فيش حاجه كبيره فهمتوا كيف؟ هذا كلينيكال مش تسالها. الحاجة الثانية تشيست تيوب تو نمشي معاكم فيها هاي تشيست تيوب اندر ووتر سي بابلين بابلين هاي وقف ستوب بابلين شو ندير؟ معناها سكسس شو ندير؟ كليب شو بعد ستوب بابلين شو ندير؟ بعد ساعتين هذا عددنا هنا بعد 24 ساعة شو ندير؟ كليب يقعد راك مستريح وتقول له تو بعد 24 ساعة ندير اكسل تمام. فاتليست من تو اكسل مش طول لان علاش؟ عادة النوع هذا هيكون اير كميته كبيره مش هيمشي في ساعتين مش هيصير اللونج ري انفليشن في ساعتين زي ما هو هذا يدي وقت فيقعد اندر اوبزرفيشن 24 ساعه وتشيست تشوف راكب بعدها ندير له اكس راي ولو الاكس راي طبيعيه السيمبتومز اختفت اكسجين ساتوريشن كويس نمشي ناحيه التشيست تيوب
وراء النحل في تشستيوم حاضر النحل في تشستيوم وعارف ومخلص اللي ممكن شنين اللي بيع مخلص اللي شيء ممكن سيلا ريكرا تمام بس في حاجة 24 ساعة طول شيء شوف السكن ركب تشستيوم فاهم بابلي بابا وقف جيت كليب جيت بابلي وقف تمام شدي كليب قبل غادي في برايمري نبع تبع 9 كسر احنا قال استنى انا لو بعد 9 هتلقى الاير قاعد موجود عارفه لان البابلينج يوقف ايه لكن لما يقعد شويه كميه ماشي يطلع البابلينج ماشي يباع بيصير في الاخير في حاجه اسمها ريزوربشن يصير للداخل مازال واللونج يصير له ري انفليشن بعد فتره في النوع هذا اللونج عاده ري انفليتد كومبليتلي وذن شيء 24 ساعه يعني بعد 24 ساعه فدير يقول لك احنا دير كليب بعد 24 ساعه دير تشيست اكس راي اعطيت فرصه اللونج يصير لها ري انفليشن كويس تعرف ايش يديروا الدكاتره اللي مش يديروا ري انفليشن اللونج يعطوه في مبايل ينفخ فيها باي بولا المريض على زين فلزاضة أو قول دي فلزاضة هذه تساعد عشان يعني فيش وتمنع الآن إنه هو يرجع مرة تانية في البلور تمام دكاترة ده إحنا في نقطة مهمة لازم تعرف لو تشيست تيوب قاعد بابلت أكثر من يومين فات يومين وهو قاعد يبكبك إنديكيت إنه ممكن هذا الشيء عنده فيستشيا أو إنديكيت إن البيشنت هذا موضوع مستمر وكبير ممكن مش حتى فيستشيا ممكن اللنج نفسها دامج تهدد فيبي كونسلتيشن خلاص دكاترة في معلومة النيدل اسبيريشن لو نشحت من الأول عند الناس هذا وتش زرير لو نشحت يقعد اندر اوبزرفيشن 24 ساعة الناس هذا لما كان انفيزيما وغيره اوكي وين يسرف الدكتور وين يسرف الامتحان أما جزئية من هذه ما لازم تتعوى والتنشن تايم ودي ما يبدي في الستان شني تشيست تشي أنا خذ السيناريو هذا في الأول إكزام أعطيك إكس راي فاهم هيعطيك اكس راي في الاول اكزام تقرا الاكس راي انتربريتيشن العاديه تلقاها بلاتش بلاتش اوباسيتي ديفيشن جستان تو ذا كونترا لاترال سايد لانك ماركينج ابسنت في الجهه هذه بيشنت سادن اونست ديزنيا تشيست بين واتس يور مانجمنت هنا واتس يور بروفيشنال دايجنوزس اوف ديفيشن دايجنوزس انت تقول انه توركس تنشن تايف يقول لك عش تنشن انا في ديفيشن من جستان واتس نيكست ستيب انت تقول الحاله هذه من قبل تشيست تشيل تمام بينما تنشن يو توركس خلاص واكيوت ديزنيا وغيرها شو المفروض يصير تشيست تشيل المفروض ان انا اصلا قبل حتى ما نركب تشيست تيوب يكون عندي البرايمري سيرفي بتاع الاي بي سي العادي شنو هو هذا الاي بي سي العادي بتاع الفايتال ساين الاي بي ليتنسي نعطيه هاي كونسنتريشن اوكسجين ونركب له بما ان في تشيست بير نركب له اي سي جي تو لارج بور كانيلا دروب بلاد فور انفستيجيشن ولو هو هاي بوتنشال نبدا في هذا الفلويد تمام نجاح حاجه بس نقول لكم حضراتكم لازم تركب تشيست تيوب اغلب الدكاتره في الامتحان يقول لك وين تشيست تيوب تمام معناته وين تشيست تيوب عطاله اذا عطاله في انسترومنت فلازم تشيست تيوب تعرف تقول له هذا هو الدكتور يقول لك في امل كان ايه زي بلاستيك هيك تيوب تقعد تشوفها في الفيديو يقول لك وين تحط التشيست تيوب هذا في الفيست اوف الكوستال سبيس في السبيس هذاك في ابر بوردر اوف ذا ريب ولا لور بوردر اوف ذا ريب في الابر بوردر اوف ذا ريب تمام السادس لان انت في السبيس الخامس معناها تحتك السادس وفوق الخامس تمام فبتخش في الابر بوردر اوف سكست ريب لان انت في لان ما بتخشوش احنا وين؟ بالذات لما نجي ندير نيدل انجكشن للليدوكاين او لوكال انستيزيا لان في فان لان فين والارتر والنيرف غادي في الاربعه ممكن يجي لها تور تمام فالمهم بيسالك الدكتور على البروسيجر في دكاتره السيناريو بتاعهم وين بتحط تشوف هذا اندر ووتر سي شنو بتراجع تشوف بابل بعد انت تدير كليب ويسالك في النقاط هي تمام بعد انت تدير اكس راي وغيره تمام في دكتور يسكر لك سيناريو تشيست تشيل كيف يقول؟ وبعد دي تشيست تيوب ولا وين تشيست تيوب هو هذا في مستشفى ما عندكش في الشارع هذا اللي هو دي بس سينان شو مديرو بيرو تمام دكاترة بيرو فبيرو هو دكاترة ممكن حتى بنيدل أو طرام نفتح بس السكن وندخل مش ندير ريليز إيه مش ليش مش ما هذا عاد إحنا بدي ريك لأن هو هيك ميت كده كده ميت كده ميت كده ميت أنستابل هو وأنا متأكد إنه متورط نفتح ففي دكتور قال مره في طياره فتفتح تشيست تيوب تفتح التشيست تيوب دير بير ولا في لقطه دراها عشان قال لك في حاجه تقدر تدير تشيست تيوب روحك في الطياره سيناريو هذا بنقول لكم انا باهي فكيف تدير هذا تشيست تيوب في الطياره؟ لا اكثر اكسجين هل تعطي الاكسجين عادي؟ مش البيرو مش البيرو فطور بيرو انتم شايفين على البيرو عارفين سماعتكم ستاتسكوب هذا سلاح الطبيب ولا مفروض ديما معك حتى في طيارة هذا احتمال يعني هو السيناريو الدائرة التيوب بتاع الستاتسكوب هذاك تقص الستاتسكوب بتاعك ويبدأ هو تشيست تيوب
طبعا شباب احنا 200 باو تمام شباب 200 باو ترى قصه شو مشكله عادي طبعا عادي بس انت تركب البلوره وتدير تجيب اي حوض اي حاجه فيها ميه وتحطها عنده موتور سيكل فانت شو قلت لك كيف تدير لها فيكسيشن فهمت تلصق تدير لها فيكسيشن فتجيب ستيتشنج فالستيتشنج غالي توفر يعني ترى تلصق ما هو متوتين وعلى حد ما توصل الطياره ان شاء الله تمام تمام فهو تبي ان تشيس تجيب ممكن تلعب شنو دكاتره؟ ستاتسكوب تمام بس هذه حاجه هذا بالنسبه لنا احنا نيوتوركس في حاجه مش مفهومه هنا في نقطه ثانيه بس دكاتره نيوتوركس دكاتره لو صار يطلع ريكرنس واحد قدمنا له اليوم تريتمنت وبعد اسبوع قدمنا ديسشارج خلاص طلع بعد يومين طلع روح رجعنا بعد ثلاثة أربع أيام جميعاً عندنا نيوتوركس ثاني وأوريدي عندنا الفيزيما فهذه يسموها ريكرنت شنو؟ نيوتوركس ذاك الفيزيما تديرها هاي شو تديروا على النقطة؟ هو الفيزيما عمره ما يتعالج منها يقعد طول عمره عندنا الفيزيما يجوا البلورا لصقوها في بعض مش هي فيزيما وبرايتن يديروا لها شنو؟ بلورا دييسس بلورا دييسس كنت تحكم فيها مادة تخليها تدير فيبروسس زي الطارق تمام فالطارق هذا يدوس شنو فيبروسس يلصقها في البلورا هيك فقدت الفانكشن تاع البلورا لكن انا في نفس الوقت كسبت انه ما عادش يصير لي نيوتوركس تمام دكاتره او تنحي البلورا بروح اكتمي تمام لكن اني نديره في البلورا دي سيزون ممكن تنجح هذا لما حضر الكونسلتيشن وقال لك هذا ما عادش يمشي معنا انه كل شويه يجينا بشني نيوتوركس وصلوا على فكره ان البلورا دي سيزون ده في ريكرنت فيوجن وريكرنت نيوتوركس از اوبشن تمام نديروها مش ما عادش تعود له لقطه هي اوكي هذا بالنسبه منهم بالنسبه لحكايه نيوتوركس اه سمعت شو